هي بقت كده؟ في الآخر ترسى على إيه؟ أمين مخازن على شوية نظارات يرضيكي؟ النضارة اللي بتتكلم عليها دي سعرها أعلى من أي مخدر في السوق ومكسبها مضمون. هي عبارة عن قطع غيار بتنقلها اليخوت من كذا حتة في العالم، بتتجمع وبتتباع هنا. واشمعنى بقى بيتم التجميع هنا؟ عشان النضارة بتتبرمج هنا وبتتجمع، وكمان الشريحة بتاعتها بتتبرمج هنا برضو. هي دي بقى اللي بتعمل دماغ صح؟ النضارة أول ما جت كان فيها عيب قاتل، كانت بتأثر تأثير مباشر على الجهاز العصبي بتدمر المخ. الشريحة بقى بتقلل الأضرار، يعني من غير الشريحة دي الأعراض تتضاعف وتؤدي للموت. ألو هادي. أي حبيبي، لا خلصت، خلصت لبس خلاص ونازلة. لا مفيش داعي تيجي، يعني هو أنا صراحة قدامي شوية صغيرين ومش عايزة أأخرك. ماشي يا قلبي، ماشي يا روحي، يلا باي. هادي نسيت أبارك لكم. صحيح، ما انتوا هتتجوزوا خلاص، ناس تكوش على المنتجع وناس تتجوز اللي كانت بتحفى وراه، وانا البس في شويه نظارات. هو ده رد الجميل يا ليليان؟ اولا انا مش مديونه لك بحاجه، وثانيا لما قررت تلعب على فريده انا يدوب اديتك مفاتيح. ما انكرش ان انا كنت عايزه اوصل لهادي، بس ما انكرش برضو ان غبائك هو اللي خلاك تلعب علينا كلنا. So game over. يعني ايه الشغلانة اللي أنا فيها دي؟ إيه؟ عقاب؟ اعتبر اختبار، فرصة تانية، بس حاول تبقى ذكي، بلاش تبقى غبي للمرة التانية. الابليكيشن ده إدمان، بيعيشك في عالم ملوش علاقة بالعالم بتاعنا. أنا بتعالج بسببه ومش عارف أبطله. الابليكيشن ده هيموتنا كلنا.